عندنا ظاهره الاتصالات وحاكينا وزاره المواصلات التجاره، ما حد مهتم. نصاب هندي يتصل قبل على المواطنين، المواطن كشفوه، صار يدقون على منو؟ على الفلبينيات والاسيويات والخدامات. الو انت ربحتي 1 مليون دولار بليز سند. يعني هذا الهندي اللي داق على هالفلبينيه ولا الاسيويه يعني كم بتحول لك ان شاء الله؟ يعني معاشها مثلا؟ يعني شنو في حسابها اصلا؟ هي اصلا اذا عندها حساب نصب على ودنه شقالين. المره اتصلوا علينا قالوا تبرعوا للقران، ما ادري زين، المراسلين راحوا لقوا مكتب سفريات صح؟ ومره تابعنا حطينا تقرير مكتب تسجيلات. شركات يشتغلون بروحهم، قاعد في المكتب وحاط له واحده تدق تك تك تك، ولا الهندي دق تبرع والثاني شوفوا الحين اتصال ان الهندي النصاب على الفلبينيه اللي مو مصدقه، بس هي إيه طلعت اذكى منه تقول انزل عطني رقمك، مو راضي يعطيها. شوف التقرير. So how can you take the money? I give you all information about it. Now you tell me you have bank account in Kuwait? You need the bank account? You have or not? You have bank account in Kuwait? Yeah, I have. But why you need the bank account? Can I have your number, please? Switch on your camera, please. Cam. Switch on your cam, please. I need your number, please. Which area? I need to see your face, please. I need to take first your number. I need to see first your face. Then I gave it. Then I gave you. No, no. We need your number. You said. Why you said I win? And now you will not give the number. Why? If I'm the winner, you must give your number. You're from Telecom, sa? You're working from Telecom. Based on what? Which area? So I will go to your area. You also get lost. مو هينا الفلبينية، فإذا دق عليكم الهندي يقول أنت ربحت، أعطوه كلام طيب في الأخلاق سمعوه. بس أنا أقول وين وزارة المواصلات على هالموضوع؟ يقول لك لازم تقدم شكوى. زين ما هم نصابين، أقدم شكوى على منو؟ أنا أدعي على الرقم أصلا. الله يعين، هذا دور المجتمع أن يرفض هذه الاتصالات عموماً.